راجع لبناني نور من جديد 24 على 24. وزارة الطاقة وكل الطاقات. عندما شاهدنا هذا الإعلان منذ نحو سنتين توقعنا كل شيء إلا هذا. إذا وضعت كملنا مثل هالطريقة أكيد رايحين على ظلام. الإعلان فاق التوقعات إذن، وبدلا من النور 24 على 24 عتمة 24 على 24. لماذا؟ بالأخير لأنه مؤسسة محتلة، صار لها 37-38 يوم مؤسسة محاصرة، مجلس الإدارة والمدير العام مش قادرين يفوتوا على المؤسسة، في شق المالي مثل ما تعرفوا صار فترة أكثر من 35-37 يوم ما في جباية، أوكي؟ الموظفين بدهم حقوق، مفروض آخر الشهر كل آخر شهر يقبضوا معاشاتهم، في شركات مقدمي الخدمات كمان لهم حقوق لأنه هن كمان عندهم موظفين، في المعامل بدهم صيانة، في شركات بدهم استحقاتهم. قديش ممكن تصمد مؤسسة كهرباء لبنان وتضل تعطي كهرباء بهالوضع؟ مش كتير، بتصور يعني لآخر الشهر مثل ما فهمت يمكن آخر معاش بيقدروا يأمنوا للموظفين. الظلام واقع لا محال إذن، ولكن أين خطة الكهرباء التي وضعت عام 2010 ولم تنفذ بعد؟ أول شيء بدك إنتاج، في بعض المعامل وقفة، في بعض المعامل ما ابتدت بعد، في عدة عوائق. من يضع هذه العوائق؟ بدك تحقي أنت 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 اللي أنتوا إعلاميين فيكم تفوتوا، فيكم تفوتوا بالتفاصيل وتفهموا على المضبوط وين العوائق. عوائق سياسية، عوائق يمكن بعض مالية سياسية. وزير المالية اللي هو ما عم يصرف الأموال لهيدي المعامل، أو هو ينتمي إلى فريق الرئيس بري، وأيضا هناك ما يقول أنه المياومون يحركهم الرئيس بري. هل مشكلتكم اليوم بين التيار والرئيس أنا بري؟ أنا ما فيني فوت بهالجدل، اوكي؟ انتم اعلاميين، انتم فيكم تعملوا استنتاجاتكم يمكن، ايه انا شخصيا بالعكس انا عندي احسن علاقات مع كل الكتل بالاخص كتلة رئيس نبيه بري. امام كل ذلك يبقى الجزء الاول من الاعلان السابق لوزارة الطاقة هو الحقيقة الثابتة والوحيدة. لبنوف، أوف، أوف، لبنوف، لبنوف، لبنوف.